السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذة ضيف أستاذة الفلسفة. اليوم إن شاء الله جينا باش نقول لكم حاجة يعني مفاجأة كبيرة لكم اللي هي حوستوا بزاف عليها اللي هي المقترحات. شاك فوا يسقسوني التلاميذ يقول لي أستاذة أعطينا المقترحات. أنا يعني راح نقولها ونعاودها، المقترحات قبل ما نبدو المقترحات قبل ما نتكلموا عن المقترحات، أنا نقول لكم حاجة عن المقترحات. يعني اسمها ماذا؟ مقترح. وش معناتها مقترح؟ يعني مجرد احتمال فقط. يقدر يكون هذا المقترح نلقاوه نهار الباك، كما يقدر ما يكونش. يعني نسبة تاع ما يكونش المقترح نسبة قليلة. احنا الحمد لله العام اللي فات والعام الآخر كذلك، يعني ربي وفقنا وقدرنا نبدو التلاميذ تاعنا مقترحات، وكانت مقترحات في الصوار. نتمنى ان شاء الله هذا العام ثاني تكون المقترحات تاعنا في الصوار. نتوما واش ديروا ان شاء الله؟ نتوما ركزوا معنا على المقترحات، بصح ما تهملوش الدروس تاعكم الاخرى. نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه نجيو لشعبه الاداب والفلسفه. شعبه الاداب والفلسفه اول مقاله مقترحه هي مقاله الدال والمدلول. مقاله الدال والمدلول هي من اولى المقالات. لماذا؟ لان المقاله هذه كانت في 2014 في 2014، يعني عندها مده زمنيه طويله ما كانت. مقاله اخرى هي مقاله الانظمه الاقتصاديه. مقاله كذلك اللغه والفكر، يعني راني نقصد العلاقه الموجوده بين اللغه والفكر. مقاله اخرى اللي هي الانظمه السياسيه 2018. مقاله اخرى اللي هي الاسره. مقاله اخرى كذلك اللي هي الشعور واللاشعور. وعندنا كذلك مقاله في الاحتياط اللي هي مقاله الحقوق والواجبات. هذا بالنسبه شعبه الاداب والفلسفه. الان مباشره نروحوا لشعبه اللغات الاجنبيه. اول مقاله راهي بقوه عندكم مقاله العنف والتسامح. مقاله اخرى اللغه والفكر، يعني العلاقه الموجوده بين اللغه والفكر. مقاله كذلك على الحريه والمسؤوليه. مقاله اخرى اللي هي الرياضيات. كي نقول الرياضيات راني نقصد جميع مقالات الرياضيات، سواء كانت مقاله الاصل ولا مقاله اليقين. كذلك عندنا شعبه علوم تجريبيه ورياضيات، يعني لي ماتيلام لي سيونتيفيك ولي ماتيلام. لي سيونتيفيك ولي ماتيلام عندكم مقاله بقوه اللي نركزوا عليها هي مقاله البيولوجيا. هذه اولى المقالات اللي تركزوا لي عليها. ثم مقاله الاستقراء، بعدها مقاله العلوم الانسانيه، بعدها مقاله الحريه والمسؤوليه، واخيرا مقاله الرياضيات. اخيرا شعبه تقني رياضي وتسيير واقتصاد. عندكم مقالة الأولى الحتمية ولا حتمية الفيزياء. مقالة الثانية حول الاستقراء. مقالة الثالثة حول العلوم الإنسانية. مقالة الرابعة حول البيولوجيا. والمقالة الخامسة حول الرياضيات. هادو المقترحات تاعنا اللي مديناهم، نتمنى إن شاء الله كامل تبعوهم بربي. بربي إن شاء الله راح يكونوا، ما يكونش موضوع وما يكونش اثنين، بربي إن شاء الله راح يكونوا إن شاء الله في ثلاث مواضيع، موضوع الأول موضوع الثاني موضوع الثالث. ان شاء الله برك ركزوا لنا عليهم، اقراوا دروسكم كامل.